بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم احمد سلامه. هنكمل مع بعض سلسله فيديوهات عمليات من قلب الشبكات. كده شباب احنا بنقدر نخرج الكومبوننت، او عرفنا الكمبيوتر بيترجم قصه السبنتنج ازاي بالكومبوننت اللي احنا طلعناها، الفيرست هوست واللاست هوست، البرودكاست اي بي، النتورك اي دي، ازاي اجيب النمبر اوف اساينبل اي بي، وازاي اجيب النمبر اوف كرييتد سبنت. طيب النصايح اللي انا هديها لك النهارده دي، لو انت حطيتها في دماغك وحفظتها هتلاقي الاي بي بالنسبه لك بمسأله بيس اوف كيك، يعني كلام فاضي جدا. لو انت قعدت حتى في اي انترفيو هتقدر تستنتج اي شبكه في ثواني شباب لو حفظت شويه المعايير اللي هقولها لك دي. اولا يا شباب السبنيتنج هنستخدمه في ايه؟ بكل بساطه هو اكزام. لو انا بمتحن حاجه زي السي سي ان اي او الام سي اس اي، بيجي لي حاجه في الاكزام هيجيب لك مثلا شبكه، يقول لك انا عايز احط في شبكه 100 جهاز، ايه السبنت ماسك اللي انا ممكن اشتغل بيه علشان يخلي لي الشبكه دي تقبل 100 جهاز. هتبتدي انت في الاختيارات تقول له مثلا السبنت الفلاني. طيب ممكن يجي لي في انترفيو هيسالني اسئله زي كده، هيقول لك مثلا عندي شبكه من كلاس ايه، عايز اقسمها او اقطعها بحيث ان كل قسم عندي، الراجل ده مثلا في الشركه عنده السيلز، عنده الاتش ار، عنده التكنيكال سبورت وما الى ذلك، فعايز كل قسم من الاقسام يشتغل بشبكه ما تشيلش اكتر من 30 جهاز. يبقى قسم السيلز ياخد 30 اي بي ادرس، الاتش ار 30 اي بي ادرس، والاي تي 30 اي بي ادرس، مش اكتر من كده. طيب انت بقى في الريل لايف حبيت تعمل سيكيورتي على الشبكه بتاعتك، يبقى السبنتنج يعتبر احد انواع السيكيورتي يا شباب اللي بنعملها، بحيث ان انا ما يبقاش عندي تهدير في الاي بيهات. يعني انا ليه اجيب شبكه مثلا فيها 17 مليون اي بي، ولا اجيب شبكه فيها 65 الف اي بي؟ لو جالي هاكر اتاك ممكن يخش ياخد اي بي منهم ويعمل عندي مشاكل في الشبكه. لا، انا بعمل ليميتيشن للاي بي ادرس بحيث ان على قد ما بقدر، القصه طبعا مش بمزاجك قوي، على قد ما بتقدر بتخلي كل قسم في المؤسسه عندك بياخد عدد اي بي هات على قده، يعني ما ياخدش عدد اي بي هات زياده، لا ياخد عدد اي بي هات على قده، وبتبقى زياده سنه فور فيوتشر يوز دي. يعني ما تروحش مثلا عندك 30 في ال 30 جهاز في السيلز تحط 30، جالك واحد 31 تعطل تغير السبنتنج وتهد الشبكه وتبنيها وقصه. فبتعمل مجموعه اي بي هات كده زياده فور فيوتشر يوز دي، يعني للمستقبل، بحيث لو اتضاف اجهزه في الشبكه دي او لا. طيب طب احنا عشان نحل مسائل السبنتنج هندسه هي بمزاجنا، يعني انا دلوقتي عايز اقطع الشبكه بتاعتي، او مين اللي هيديني الرينج اللي انا هشتغل عليه؟ يا شباب الموضوع مش كده، محدش هيديك رينج، انت راجل نتورك ادمنستريتور اصلا. يعني انا براحتي كده اروح على برايفت اي بي ادرس، البرايفت رينجز اللي الاينه اديتها لي، واروح واخد رينج منهم. وليكن انا الشبكه عندي كبيره شويه فاخترت ال 172 16 0 0، خدت الرينج ده على السبنت ماسك بتاعه 255 دوت 0 دوت 0. فانا اللي بختار الرينج اللي هشتغل عليه، احنا بنتكلم بقى على مستوى الريل لايف، انا اللي هختار الرينج، انا شايف الشبكه بتاعتي كبيره قوي، طبعا هي عمرها ما هتبقى كده، فاحنا هنشتغل بكلاس سي يا شباب في الغالب، يعني 192، وطبعا ده راجع لك، يعني ما حدش بيجبرك على الكلام ده الا في سبيشال كيسز، لو انت عندك اي تي مانجر دماغه قفلت تشتغل بكلاس بي، او دماغه قفلت تشتغل بكلاس بي، فيقول لك يا عم لا خد الشبكه بتاع الكلاس اي دي قطعها لي 5000 اي بي في كل شبكه ووزعها على الاقسام بتاعتنا. فانت كده مجبر، ليه؟ لان في راجل اي تي مانجر اداك تاسك انت لازم تعملها. ولكن في العادي انا كراجل نتورك ادمنستريتور انا اللي بختار يا شباب. فانا هختار الشبكه اللي هي كلاس سي 192.168 مثلا، هاخد الشبكه رقم واحد منها 10 على الماسك الديفولت بتاعتهم، اخدهم كده احطهم في ورقه قدامي. وطبعا الكلام ده برده مش هيحصل، لان انا بقول لك عمليه السبنيتنج بتتعمل ببرنامج هنتكلم عليه في اخر فيديو في السبنيتنج. هو برنامج هتختار الرينج بتاعك وتقول له انا عايز اقسمه 30 جهاز على شبكتين، هيروح مطلع لك القصه اللي انت عايزها وخلاص، مات الكلام. فاحنا بنعمل الكلام ده يعني بقى فعلا علشان الاكزام، وعلشان
الانترفيو وما الى ذلك. انا صراحه بشتغل ببرنامج يعني شباب، انا مش هقعد بقى اجيب ورقه وقلم واعمل كالكوليشن وبتاع، مش فاضي يعني. فانت ببساطه مهم جدا في البدايه تبقى فاهمه، علشان بس لو دخلت زي ما قلت لك امتحان تعرف تحل، دخلت انترفيو تعرف تجاوب، اي تي مانجر طلب منك حاجه، قابلتك شبكه تقدر تترجمها وما الى ذلك. فاحنا ببساطه هنختار الرينج ونبتدي نقول احنا هنقطعه لاجزاء قد كده. طيب معلش انا هطول معاكم في الفيديو ده شويه لانه مهم جدا. بكل بساطه شباب، اول جزء هنتدرب عليه هو الفيكسد لينس سبنت ماسك. يعني ايه؟ يعني هنجزأ الشبكه بتاعتنا لاجزاء متساويه. الفيكسد لينس سبنت ماسك يعني ايه برضه هندسه؟ يعني انا دخلت على على الشركه بتاعتي دلوقتي زي ما قلت لك، فيها الاتش ار، فيها السيلز، فيها التكنيكال سبورت. لقيت الثلاث اقسام دول في الشبكه عندي، مثلا قسم الانجينيرنج عندي اربع اقسام. فانا عايز اقسم الشبكه دي لقطع متساويه. يعني ايه؟ يعني هخلي قسم الاتش ار ياخد 30 اي بي ادرس، وقسم السيلز ياخد 30 اي بي ادرس، وقسم التكنيكال سبورت ياخد 30 اي بي ادرس، الانجينيرنج 30 اي بي ادرس، وكلهم شغالين بنفس السبنت ماسك. ولكن ما يقدروش يكلموا بعض. يبقى اذا احنا هنحط سبنت ماسك اقترضنا منه، عملنا بيرود بيتس منه، فهيقسم لي الشبكه لاربع شبكات، وكل شبكه منهم شغاله ب 30 اي بي ادرس. انا بتكلم على سبيل المثال. ولما يجوا يعني بمجرد ما اخلص ال 30 اي بي ادرس ده اخش على 31، ابقى انا دخلت كده في شبكه ثانيه ما تشوفش اللي بعديها. يبقى الراجل ده مثلا مثلا من 31 ل 30، مثلا الراجل ده من 33 مثلا وامشي 30 اي بي، والراجل ده وهكذا. هنفضل نمشي 30 اي بي في كل شبكه، فكلهم ما يقدروش يشوفوا بعض على نفس السبنت ماسك. ودي كده بتسمى تجزئه الشبكه لاقسام متساويه، الفي ال اس ام. طيب ايه البيرويد بيتس؟ يعني انا عشان اعمل الكلام ده، ايه البيرويد بيتس اللي انا محتاج ابقى فاهمها وحافظها كويس؟ يعني انا شباب طالما هجزء، يعني انا هستلف من الاوكت اللي بيعبر عن الهوست في السبنت ماسك. خلاص بقى الكلام ده احنا فاهمينه من الفيديوهات اللي فاتت. انا غصب عني كده طالما هقسم الشبكه لاكتر من سبنتنج، النمبر اوف كرييتد سبنت، يبقى انا هقترض من الجزء بتاع الهوست، هقلل. يبقى بصوا شباب، قاعده عامه كده، انا كل ما بزود واحيد في الجزء بتاع الهوست في السبنت ماسك، يبقى انا كده بزود عدد الشبكات وبقلل عدد الاجهزه. كل ما بزود اصفار واقلل عدد الوحيد في الجزء بتاع الهوست، يبقى انا كده بزود عدد الاجهزه وبقلل عدد الشبكات. هنشوف الكلام ده. اهم بيرويد بيتس يا شباب بتقترض طبعا في حاله الزيرو خلاص. لو انا لقيت السبنت ماسك بتاعي فيه رقم 128، يبقى انا كده اقترضت بس واحد من السبنت ماسك ده. طيب لو في 192، وده الجدول اللي انا قلت لك ركز عليه، خد بالك في الباينري كونفرزيشن قلت لك ركز على الجدول ده، لان كل الاحتمالات القائمه في السبنت ماسك ما بتخرجش عنه. مفيش قيم عشوائيه يا شباب، هي القيم دي بتاعه البيرود بيتس اللي احنا هنقدر نقترضها. يبقى انا كده اقترضت واحدين. يبقى لو 192 يبقى انا اقترضت واحدين، 128 اقترضت واحد بس، 224 يبقى انا اقترضت 3 وحايد، 240 يبقى انا اقترضت 4 وحايد، والباقي اصفار خد بالك. يبقى انا طول ما انا نازل كده انا بزود عدد الشبكات وبقلل عدد الاجهزه. طول ما انا طالع بقلل عدد الشبكات وبزود عدد الاجهزه. طالما بزود وحدات يبقى بزود شبكات، بزود اصفار يبقى بزود عدد الاجهزه. ليه؟ لان القوانين لما باجي اجيب عدد الاجهزه 2 اس اتش والاتش دي صفار، لما بجيب عدد الشبكات 2 اس اس والاس دي وحيد. وما الى ذلك يا شباب، يبقى 240 248 هنقترض 5 وحايد، 252 6، 254 ثم 255، يبقى انا كده قفلت البلوك. يبقى الحته دي كده ما فيهاش حاجه يعني ثابته، دول 8 وحايد، الرقم ده بينزل زي ما هو. يبقى ارجو ان انت تحفظ الجدول ده علشان هو اللي مبني عليه العمليات الحسابيه اللي هنقوم بيها دي كلها كمان شويه. ناخد بقى مثال يا شباب، امثله البرفكسنتيشن خلاص انت اعتقد انت غطيتها.
تعالى بقى نشوف الراجل ده بيقول لك اكستندنج كلاس فول ماسك. خلينا ناخدها طب في فيديو لوحدها. اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.